أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة اليوم أهمية مرحلة الطفولة التي تعد حجر الزاوية في بناء مجتمع قوي ومستدام. وأضافت الحويلة في تصريح لها بمناسبة احتفالية نظمها المجلس الأعلى لشؤون الأسرة تحت شعار أطفال اليوم قادة الغد، أن الاهتمام بالطفل لا يقتصر على كونه واجبا اجتماعيا، بل يعتبر استثمارا في مستقبل الأمم. جعلنا حماية الطفل والطفولة وتنمية مهاراتهم على رأس أولوياتنا، إيمانا بأن الطفل هو أساس بناء المجتمعات ومستقبل الأوطان. وقد قطعت الكويت شوطاً طويلاً في هذا المجال، ملتزمة بالقوانين الدولية التي تصون حقوق الطفل. وفي هذا السياق لابد من الإشادة بالدور البارز الذي يطلع به المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في رعاية الطفولة وتوفير بيئة آمنة لهم تعزز من مهاراتهم وتحصنهم ضد كافة أشكال العنف والإساءة.